سكايب من الجزائر مراسلنا هناك كريم قندولي. إذن كريم، بعد إعلان وزارة الصحة انتشار الفيروس في أكثر في 20 ولاية وارتفاع أعداد الإصابات، ما هي جديد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية في البلاد؟ هناك إجراءات جديدة من المنتظر أن يتم الإعلان عنها يعني عشية اليوم، وذلك بعد اجتماع لمجلس الأمن الأعلى، المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأيضا قائد أركان الجيش بالنيابة سعيد شنقريحة، الوزير الأول عبد العزيز شراد، وأيضا وزير العدل ووزير الصحة ومختلف الدوائر المعنية أيضا بهذه الأزمة. هذا الاجتماع لمجلس الأمن جاء لدراسة مختلف التدابير المتوقعة والتي يجب أن تدرجها الدولة، وذلك لوقف زحف وتفشي الفيروس الذي الآن هو متواجد في 20 ولاية من ولايات الجزائر، وتخطى عتبة 200 إصابة يعني و17 حالة وفاة. من المنتظر يعني اليوم يعني بشكل كبير إعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي على كامل البلاد، وبشكل ربما أقل سيكون ربما منع الدخول والخروج من مدينة البوليدة التي تعتبر الآن هي بؤرة تفشي هذا الفيروس في الجزائر، وأيضا يعني بوفاريك هي من ضواحي البوليدة وإحدى دوائرها، وأيضا الجزائر العاصمة. هذه أبرز القرارات المنتظرة بانتظار أيضا الإعلان عن حظر التجوال، وربما من غير المستبعد خروج الجيش من أجل السهر على تطبيق هذه التدابير وهذه الإجراءات، سيما وأن هنالك تفاوت في ظل ربما تطبيق إجراءات السلامة والوقاية والحجر المنزلي، ربما الآن لأنه اختياري في نظر العديد منهم، ربما هناك من لا يؤمن بوجود كورونا، ولكن بدأنا نلاحظ أن الحياة العامة في الجزائر تأخذ منحا آخر، وحركة السير فيها أصبحت ربما أقل يعني اكتظاظا، وحركة أيضا العسير المواطنين وخروجهم إلا للضرورة، ولكن تبقى هناك يعني كبير من الشعب الجزائري والمجتمع. نعم، ونحن بانتظار هذه الإجراءات التي قد تعلنها على المسؤولين والسلطات في الجزائر. كريم قندولي مراسلنا من الجزائر، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.